بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأمته أجمعين. للدرس بيشوا باسي هدو جوركي استغراق منكر، استغراقي حقيقي واستغراقي عرفي. سهل بالمناسبة ما نوي باسا كباسي استغراق كيرو تسل كردني خطيب قزويني رحمة خويلة بأفرمي، واستغراق المفرد أشمل، أيوي بلي بيما كأن باسي استغراقا أكريه لو شيكي مفردا بي وأشكر الله وشيكي مثنى بي أو شيكي جمع بي. مثلا لا ينفي الجنس أجر اسمك نكرة لدواء واقع به قاعدة كي على نكرة لسياق نفي مفيد عموما وسياق كسياق نفي أو شيء اسمك نكرة يو كابي مقصدها ميكي باشي ستولي لا رجل في الدار يا رنجا مسنا يا بلي خويا ما كيش مال قلواني لا رجلين في الدار يا مثلا جمعك على لا رجال في الدار نبي خطيب قزويني افرمي لكاتيكا كاستغراقك لمفرد يكايا او معنى عمومية كل افراد هستكي معنى عبارتك داقرة وترا شامل ترا وكلويك مسنى بي يا جمع بي بوتك كتولي لا رجل لا في الدار يعني حال هيج 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 او ايكا بي بلي بي او ارتيانية بس بلي لا رجلين في الدار يعني دواني تيانية الرنق داني كتاب بلي لا رجال في الدار يعني مجموعة بي او كتيانية رنگ دانی کتیا به رنگ دوانی تیابی. و نیم ملاجان. آه، یعنی هر آوی پی بله پیاو تیانیه. هر چی پی بله پیاو دو دارانیه دو خانوانی. هاتون نفیا کی او عمومیت کی او استغراق کی او اشمل تره ل استغراقی تسنی و جمع. كابي ان باسي باسي كينيا يا مزور على قمانيه لقرا وباسك باسي الف لام يا شي متازل باسي الف لام بوينوا هل باسي بيشتري شال دازي بيشوش وثمان اتريام باسي استغراقك على قيب موضوع تعريف الف لام استغراق وعلى قيب موضوع تعريف مرسل اليه او شتان النيه باسي استغراق وشنو ثمان استغراق على العموم دو جوري هيا إثر استغراق كبهوي الفلامي تعرفه بي يا بهوي رشتيكو بي يا حقيقية يا نوع يا عرفية ديال الشهر باسي استغراق إثر أو أن يبلي والله باسك باسي استغراقي الفلام أو باسك باسي أحوالي مصدو إليه أشتانانية رونا واستغراق المفردي سواء كان بحرف التعريف أو غيره ها شون باسك أبو فراوانا كالبرو بزاني كأن باسي إثر طيب نيه بباسي تعريف مسلو إليه بألف لام وأنا نيه سواء كان بحرف التعريف أو غيره أشمل ما دم باسك باسي مفردة يعني أشمل من استغراق المثنى والمجموع لا أو استغراقك لمثنى وجمعها يا استغراق مفردة كفراوان ترى داقر وتروكش جير ترى شون بمعنى أنه يتناول كل واحد من الأفراد كما نعلم أشمل يعني أو يعني بود دانا دانو تاك وتاكي ما صدقي أو مفرد أشياء استغراقك دانا بدانا بلام والمثنى يتناول كل اثنين والجمع يتناول كل جماعة تيغيشتن ديالتي شون أزاني كاستغراق مفرد أشمل ترى لاستغراق تسنية وجمع على سيريك بدليل صحة لا رجال في الدار إذا كان فيها رجل أو رجلان بس دون لا رجل
اگر تو بلی لا رجال في الداري زور طبيعية اگر خانوك پیاوك یادواني شي تيدا بي بس اگر پیاوك یادواني تيدا بو تو ناتواني بلی لا رجل في الداري ملك چون لا رجل في الداري تو والله والله هیچ پیاوك یعنی بلو لا شدانه یک یادواني تيدا مستحيلش ديوا بس بلی لا رجال في الداري رنگ دانه کتابه زور طبيعي بي اولا لا رجال يعني كومالا پیاوك یعنی تيغيشتن انا رنگ دانه اكتابي رنگ دواني اكتابي هيچ كشي نيه فإنه لا يصح إذا كان فيها رجل أو رجلان اگر لخان وكا پیاوي اكتابي يا دواني اكتابي يا سياني اكتابي مستحيل توبتواني لا بلي لا رجل في الداري لا رجل في الداري يعني شي ايو هنشي هوني دانه اكتابي دواني اكتابي سياني اكتابي لا رجل يعني شي غلط اشتيوه بس بلاي لا رجال في الداري دانيك شتيا بيها ربيه دواني شتيا بيها ربيه بس يعني تيانا بيه توا بس يعني تيانا بيه رونا يما قسم على سمينة كنية قسم على سمينة قسم على سباسي استغراقها هيا بلي او جاك هيا استغراقك لمفردها هيا شامل تريا استغراقك لتسنية وجمعها هيا مثلا سكمان سأ أويه نك استغراق كباصي شو درو سبي يعني بس استغراق معناه كهيا يا نهيا أو جدوعي أم استغراق كلا مفرد كهيا داقرا وترا يا استغراق كلا تسدي وجمع كهيا باش ما لجيم شو كي موتوا معنا سواء كان بحرف التعريف أو غيره قرن نية بلا معنى استغراق كباصي شو درو سبوا قرن أويه كهيا إيه دواي أو كهيا استغراق مفرد كجش جبتلو فراوان ترا يا استغراق تسدي وجمع ك على والله مفردك. بتشيا؟ إقيتشيا كبا واسمين. بلا استغراق كلام مفردك يا لا تشيا أوا. أقل لا مفرد أبو شامل ترى لا استغراق تسني وجمع. أوجع. إمامي تفتازاني أيوه بجور يقل جورا كان رخنا بقلي لهم فرمايش تي خطيبي قزوي رخنا كيشي تيا أفهمي كاكيان وهذا في النكرة المنفية مسلم والله أم قسكتو أي كي كاتيك باسك باسي اسمك نكرة بيو نفي رويتيا كردي بي وكد ما النكرة لسياقي نفيا مفيد عموم استقراقة على منيش اگر باسك او باس به منج لغلطه راسك شو كسناد وان انكار يقصب بس لو نمونانا لا رجل في الدار يعني توا هيك 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 يعني بس لا رجال في الدار يعني كمال بيو كي يعني اگر دواني تيابي راس دك لي دواني تيابي اگر يل دواني تيابي هدك بس علي بمجموع مجموع كي يعني كبير راس اگر باسك باسي انك ربي لسياقي نفيا بلي والله استغراقي تيايا وجا استغراقي مفردك شامل ترو داقرا وترا لا استغراقي تسنية وجمعك قصك الزور زور راسا هذا في النكرة المنفية مسلم بلان خوي ما دائما استغراق ما لو باسي النكرة المنفية نية ملاك استغراق لجملة إيجابية نية مثلا شو قوي وأما في المعرف باللام فلا بلان أقر باسك باسي معرف بلام به كل بخوانك باسي معرف فلان باسي هرشتي كتر هرشتي كتر باسي اسم موصول به باسي مضاف به ناكري كش يعني استغراق انت يا بي لدرس بيش وانا ما نو اسم موصول ايش استغراق انت يا مثلا دي لهرج يا غي باسي استغراق ابو بيلا باسي نكري من في اكثر من يش نبخ نبخ وام دعوه دعوه كي مقبول لي بلا منو شي والله استغراقي مفرد لاستغراقي تسنيه وجمع شامل تر لا نكير لا سياقي نفي او قصة دقيقة زور زور والله من باقي استغراق كان يتر مثلا اكو معرف الف لام بمناسبة او كباسك اخوان باسي او نا والله وانية كيوتي استغراقي مفرد شامل تر لا استغراقي تسنية وجمع فلا يعني فلا نسلم اشملية استغراق المفردي من استغراق التثنية والجمع
بل الجمع المعرف بلام الاستغراق. بلكو أجر جمع معرف بألف لام استغراق، أي شهر يتناول كل واحد من الأفراد. استو علي أجر مفرد معرف بألف لام، ألف لام كي استغراق به يعني تواوي فرد كان. ديخو أجر جمع معرف بألف لام هذا يعني تواوي فرد كان. هناك يعني تواوي مجموعة كان. إذا مثلا أخوي جورا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات هتا أشتا أخي هو الفلامي كتو تسر مسلمين عشان بس هم دوبارة تيكلا بيتو لقال هو إمام مازينيا الفلامي كي موصولة ياتي مقسم على سرهونية موصولة يا الفلامي ياتي استغراقي تيا بلت ياتي تواوا تاجر بالفلامي موصول استغراقي تيابي بالفلامي استغراقي حرفي تيابي هتياتي اي او جاتي أو جاء مسلمين جمعة مسلمات جمعة أو استغراق كتياتي إيسا مقصد تشيا يعني كومالو كومالو مسلمانا كان يا مقصد دانا بداني مسلمانا أنا مقصد كامي أنا حتما دانا بدانا دي تفرق تشيا لك المفرد هذا عيني معنا إيوانيا الفلام يبتشي تسر مفرد يك باسي استغراق تابعي يعني هل دانا بداني ما صدق يوم مفرده ديب شيء تسر جمعي كش معنا كي واقري قبل خد شيء يقي خنالي مجموع مجموعي أم فردانا أي شيء فرق شيء يا مثلا والله يحب المحسنين المحسنين كجمع معرف ب ألف لام استغراق كيا يا وعلم آدم الأسماء كلها الأسماء دبي الحمد لله ألف لام غير استغراق ديال رونا يا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم اسجدوا لآدم وإذ قلنا للملائكة سم ملائكة خوي بوقي معناها كي جمعيها كمعناها كي جمعيها والفلامة كتشوى تسري أو استغراق أو رويدا جمع كردو إمامي تفتازان يفنوا همو أو جمعانيك معرفا بلامي استغراق وتمان بوي باسي لامي استغراق كانت تقول باسي خمان باسي هو اجينا لهر شوين يا باسي استغراق بي بس باسك باسي نكيري من فينا بهر او باسا اتري يما علين برا ولا اي شيء يتناول كل واحد من الافراد كيوا علي ملا جان يتناول كل واحد من الافراد علي والله على ما ذكره اكثر ائمة الاصول والنحو شون كيوا علي بروستيري فرمايش دي علماء يعني اصول ونحو كم زانك شي وانا له زورتين زوري علماء وانا فربن نك زورتين زور هل ودل عليه الاستقراء وهرسيري عبارات عربي جبك او شي عبارات قراني شي عبارات حديثي شي اقوال عرب سيرك بالفعل استغراقك لجمعها هيا بس نكري سياقنا في نبي استغراقك لجمعها هيا هل يتناول كل الافراد نك يتناول مجموع مجموع وأشار إليه أئمة التفسير رحمة إخوال علماني تفسير أوانيش كتفسير القرآن أنكر دولة هرجيك أو الفلاماني أن بنيبي أو استغراق جمعياني أن بنيبي وتيانا ولا كاكم استغراق يتناول كل واحد من الأفراد أين قصية يعني كابي أم قصية متى في غريب نبي قصية كي واقعية قصية كي واقعية علماء همو إلى سنة زور بيزوري علماء شي علماء أصول شي نحو وهاوكات سيري استقراب كلا بري واقعي شو نمونا كان هروا معنا أكلين وسيري آية كاني قرآن يشبك كأو نمونا استقراق يا جمعياني أنت آية سيرك العلماء تفسيري شو نروا معنا يك دي تواو كابي تفرق لبين الجمع ومفردات شيبو تبولي والله استقراقي مفردك أشملو من استقراق الجمع كو أشملو إيوانيا نا ولا فرق شيبو هدي أقر باوريش ناكي بمقصة وقد أشبعنا الكلام في هذا المقام في شرح أجا بورناك بروك عك تزق قلت لبي ببين بزنا شن يقسمان كدو لبي نمونة تيايا شواهد تيايا لسر شيء لسر وك جمع معرف الفلامي استغراق هر عيني مفرد يتناول كل الأفراد هيش كامل هيش كام شامل كرنيه بلان فرق كي جوهري شانه با إنسان وابلة إما قسمان لقسي شمولية كيا عليه أدي أنا خو
جمع معرف ألف لام استثناء اللي يدرسه بس مفرد معرف ألف لام هو استثناء اللي يدرسه يا ملاك قنية مفرد معرف ألف لام أجر استثناء اللي كان هذا بيكشي اللي يدرك ونيا بس جمع معرف ألف لام استثناء اللي كان أتوني يكي يكي اللي يدرك يتوعي دعين اللي يدرك يتوعي سعين اللي يدرك بوش كان جمع معناه كي توزفرا وانترا تمام ادي الله او جاء ولما كان ها هنا مظنة اعتراض وهو ان افراد الاسم يدل على وحدة معناه والاستغراق يدل على تعدده لكتي وهما متنافيان او جاء توتيكي والله ايش اجاب عنه بقوله أليرا أقريك هيك رخنيك روبكات أم فرمايشتا رخنيش روبكات فرمايشتا ولا شي رخنا عادة ملايا رخنا كالية أصلا من هر بيم دروس نية استغراق روبكات مفرد استغراق روبكات مفرد يعني شي ملايا مفرد يعني مفرد إيش الاستغراق يعني شي استغراق يعني تعدد يعني جمع يعني كل افراد يو خوي بو خوي بدبخت هر يك فرد يك دان يك شتا وانيا اي استغراق يعني شي باسي مفرديت باسي يك شتا باسي استغراق باسي تعدد اخو ديار يك شتا لقل تعدد دو باسي ليك تر جواز المتنافين دي يك شتي واحد بو متعدد نيا شتي ايش متعدد واحد نيا اذا تو هدو كانك يبقى مواصفاتي يك شت ها على أم مفردة مفردة شو متعددة شو دبيوا أما لجان تيجن اعتراضك أشياء على قال يرى أجري هي خلك أم رخنا بجري بلي أشي بلي كاتي كتو اسمه بمفردة يعني ما نيوه أو مفردة مفردة إذا خد يا رقصك مفردة يعني مفردة معناه كي يكشته بلام كألي ولا باء استغراق اللي بجرم إذا خوي بخوي استغراق يعني تعددي تنا عليه هالشي أفراده تتعدد دروس أبي لبيا دي شون أبي وشيء مفرد بيه يك معناه ولو لا شو باسي تعدد تجابكي نبي نا وهما متنافيان لبر خاطري أجري دروس بني أم جور الرخنة خطيب قزويني رحمة إخوائي لبي هات أجاب عنه بقوله والله مي أم رخنة داته أفرمي ولا تنافي بين الاستغراق وإفراد الاسم كاك جان هلت يا مقلو باسا بهج جورد جاتي لبين باسي استغراق وباسي مفرديتي اسمانية مالي والا نابي استغراق لمفردة هبي يعني كابري رخنا قروا عليه الله يقول بلي استغراق لتسنية هيا أبي شكو بطبيعة حال دو فردة استغراق لجمع بي أبي شكو زياد لدو فردة سيا فردة زيادر بلا استغراق لمفردة نحبي نح مفرد لكيو متعدد لكيو ناكونجي خطيب قزويني شافين برا ولا قنج شكو لا تنافية بين الاستغراق وإفراد الاسم بوشي كاكي جان لا تنافية عليه لأن الحرف الدال على الاستغراق كحرف النفي والتعريف إنما يدخل عليه مجردا أكري يا مجردا بكين بحال واسم مفردك عن معنى الوحدة قال بوشي تنافيد بين أنباسي إفراد تعددانية قال لأن الحرف الدال على الاستغراق شوك باسك إما باسي حرف أجنا من باسي استغراق كم على العموم قال شوك أويك دلالتك على سر استغراق وكو حرف نفي مثلا وكو لا رجل في الدار مثلا يا حرف تعريفك الفلامي استغراقي كبشي يسر مفرديك مثلا أو حرف إنما يدخل عليه كاتيك أبريت كولي أو اسم مفرد أو سواري كولي به عليه يعني على الاسم المفردي حال كونه مجردا عن الدلالة على معنى الوحدة كاكي جان كأم حرفة شو السري إتباسي وحدة ومحدة مكة لبا باسي وحدة ومحدة مكة
باش اقل باسي وحده ومحده ونكره وكاتي يعني شي يعني اصلا او تنافيه لو جيغا هر دروس نبي او باس تولي ولا تنافي بويا دروس ابي شوك باسي وحدتي وباسي تعدد شي دي ام حرفانه طبيعتي يعني انوايا اقل شو نسال اسمي مفرد اتر او باسي وحده ومحده ليه كانوا اي كباسي وحدتك انا ما اتر هل يكباس لو جيغاها يا كباسي شيا تعدد توابت تولي هردو باسك هيا بويا دجي يكنو نابي أي شغلة كاك جان هدو باسك نية هل يكباس يعني يكبريت لباسي تعددك إت التنافي دروس بو بيك باس تنافي خوت أنا زانن نسبة علاقة لبيني دوشتا تنافي وتزاد ونازان عدم ملك وتقابلي أوش تاني ونية واحد كتنالي واحد إيه واحدة يعني يكشتا يعني يك معناه هي واحدة جاري وهي مقصد أو يكشتك واحدة يعني شتي تري هاويني خوي لقلانية مثلا على الرجل يعني رجل كتري لقلانية مثلا هل يك رجل آه. يعني يك رجل مثلا دوانية سيانية شوارنية واحدة دي شخص إيش بوش إيقيتش قال رجل شخصة فرد أقل جنسيتي اللي بغري أو كاتي تربي بنوعي نه ليرة اشتكان كونا بنوا ليرة بس كان بيكو كونا بنوا بو رأيتم أو حرف نفية أو حرف تعريفة كأشيت سر أو وحدة إذا تجرب لك إذا باسي وحدة يت لو جا نامني كباسي وحدة ما خوي وحدة يشد دروسك كاتشوك تو علي باباسي استغراقش دروس ببيليرة اي اگر وحدتها بي استغراق شو دروسه بي اي شغلك حرف كان شو نسري اتر باسي وحده لو جگا نامينه اي كباسي وحده ايش نماي تري يك باسي الهيا تنافي بتعدد دروسه بي بدو باسه بي باسي وحده يك باسي تعدد دو بس الحمد لله من باسي دو باس من ما يك باس من ما هو هل باسي تعدد اي تدشات اللي قلت شيها بملاجه وانيا قلت شيها تشات اگر وحدتك بمايو تعددك ايش دروس بوايا ايت ناو جاوا اعتراضك عليه دروس في راسك بس يا سلام الحمد لله وما انا نماوا هل باسك باسي شيء باسي تعدد دي كما أنه مجرد عن الدلالة على التعدد خو قماني شي تيانية لو سرتاي سرتا وهيج دلالة يناك على سر تعدد هيج قماني تيانية هيج قماني تيانية بس كاتيك ألف لامك اختصاري يا حرفي نفيك اختصاري ألي بمعنى تعدد كدرو سبي بلام هل بأصي چون سري أداتي تعريفك وأداتي نفيك أوتوماتيكي معنى وحدتك اللي دارن توا بيونا ميني كأي بيونا ما بهزر جات عدد دروس بيا ملاجة يسلم باسا يم يقسى معناه يقسى كبريتي التي هبوني باسي استغراق وتعدد توا أي باسي وحدة كماوا نو والله أي كان ما يتر بوشي بقولين والله دوشتي متنافي لي ربي كوكوبونا توا كبري رخنا قروا عليه أن إفراد الاسم يدل على وحدة معناه والاستغراق يدل على تعدده وهما متنافيان يعني. أي وهما متنافيان يعني بوجود هردو كان كوبونوي دوشتي متنافي دروس به ديما كيوتو معنى هردو كان موجودا ملاجا ها يرى وامتناع وصفه يا وامتناع وصفه بنعت الجمع للمحافظة على التشاكل اللفظي وامتناعي بابي خير نوزان شيلدي لأن الحرف الدال على الاستغراق ك
كحرف النفي والتعريف إنما يدخل عليه أي على الاسم المفرد حال كونه مجردا عن الدلالة على معنى الوحدة كما أنه مجرد عن الدلالة على التعدد. باش بلام يسأل إيما ليرا فرسياريكي تدرس سبيل أسر أم جواب بعبارة كهر بامتناع وخيرين ويكين بجواب فرسياريكي مقدر فرسياري ليرا دروس سبيته ودوي أم جواب ها أو إيما جواب كمان داوة بدفع اعتراضك بلام إيما لسر أم جوابك يسأل داو معناته فرسياريكي تدرس سبيل فرسيارك الشيا كاك معنى وحدتي تياماوة نخيتي أنا ماوة أي معنى شي تيايا معنى تعدد باشا أقر وشي معنى تعدد تيابي صفتي بو بيني تو بي صفتك شي بي هي مفروضة جمع بي وناكا أي تو تواني يسا صفتي جمع بو بيني تو على النا والله دي بلي بزان بوشي ناتواني اتو نالي لولا متعدد الحمد لله باسي وحدتي تيانا ما أي مفروضة يعني تو جمع ما مالي لقلابكي أي جمعش أقر ما مالي لقلابكي أقر صفتك يبو بيني توا مطابقي بين صفته موصوف لجمعيتها مثلا واجبة بتابتي أقر صفتك صفتي خويبي دي ستو أتواني جمع بيني بك يبو صفتي أم مفردة كمعنى استغراق وتعدد تيايا على ناول دبل يبو وشي ناتواني أو شفني وامتناع وصفه بنعت الجمع للمحافظة على التشاكل اللفظي والله كاكا بيشمل الروي معنى وناكري أكري بس بخوال للروي لفظة وزحمتا أم وشاك مفردة وباسي استغراقي تعبر والله للروي معنى وتؤتو أني جمع بكي بصفة دوي بس خد أزاني باسي تطابق زياتر باسي كي لفظية لفظي نك باسي كي معنوي أو موصوفة بلفظ جمعة تخوالي غير باسي فتكش جمع بي أم موصوفة بلفظ مفردة تخوالي غربال صفتك شيء مفرد يعني أو باس باسكي لفظية زورتر يسا بواقعية ما أم مفردة للري لفظة وبواقعي مفرد معنى هي يا جمع إيه دي تواو أي كتو أتي أولا با جمعكي بو بينام خونا بيبتشي جمعكي بو بيني بلفظ جمع بي صفتك يبو بيني تشي ولا با جمع بي بو تشي جمع بي هلا برو المعنى كي جمع دي كيف قلت معنى كي جمع يما باسي مطابقي بين صفة موصوف باسي كي بحت زورت اللفظية تشاكلي كي لفظية ومراعاتك ايوانيا علي ولا موصوف مؤنس بو باصفتك مؤنس بي ايو لبرتشيا ولا موصوف تسنية بو باصفتش تسنية بي موصوف مذكر بو باصفتش مذكر بي موصوف مفرد وباصفتش مفرد بي موصوف جمع وباصفتش جمع بي بو اما باسي تشاكلي لفظية من كيشم لونية يسا ام مفردة معنى كي تعددي تيا يبهو لامي استغراق كوا لروي معنى والراسة بس بلفظ مفردة يعني ايه دي تواو دي يسا اقر صفتك بينا خوار بي مفرد بي نابي جمع بي كوابي كتو جوابي من جوابي او بسياري من هاديتو الله ايا اكريت جمع بكم بصفتي او مفردة كباسي استغراقي تيايا نا والله منش بالرسولي بيت علم نخير نخير ناخري علي بو تشي ناخري علم باب التشاكل لبيني صفة موصوفة ابي مراعاة بكري ايو مسألة تشاكل لكاكا ام صفة من بجمعين ايا نمبو شكن بشكل موصوفة كي مفردة من علاقي معنا كم تشيا اعترافة كم كمعنى كي تعدد واستغراقي تيايا بس خو بشكل مفردة رونا معنى عام تر لري معنى وقيتشك با تعددي تيابي قيتشك بلا مهم او بشكل لفظكي مفردة صفتكي وابدي دي تشيبكي او كانت تو عموميات لصفتكي شا اقري بس لا لفظكي انا اقري لفظكي ناقي با عام وجمع دي خوشة واجبنية خوشة واجبنية دي حرشوني بي تشاكو لك مراعاة بكده تا معنا قباش حرشوني بي ايدي بات او توافق لفظيها بي قد جاو ترو باشترا تواو
علماء فرمويانا تو مالي ممنوعه اگر ببيني محشيك لسر وشي امتناع وصفه قالوا وشي نسيوا نسيوا شي مضطردا مضطردا يعني شي يعني نابت وبلي ولا حتما حتما نابي صفتي جمع بوبيني توا اشتكي قياسينية بلكو اويك اجر صفتي جمع بوني ناوة مسألة شيا للمحافظة على التشاكل اللفظي نالين ولا بهجر صفتي جمع بوني توا ملاجيا رونا صفتي جمع شبوية توا بلام هنا نوكي يعني هنا نوكي مطرد نيا وني بلي ولا اشتكي قياسية حتما بهجر نابي نابي صفتي جمع بوني توا يا حتما هر ابي صفتي جمع بيني توا بو تشكتو اللي يرى لبيني دو باساي لبيني دو باساي باسيك على قيب معناي كلمه كواهيه باسيك على قيب شكل روالتي كلمه كواهيه مراعاتي هر كلمه يعني بكي هر ابي مثلا خوي جور القران افرمي اي الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء اي الطفل الذين بو تشكو الفلامي الطفل الفلامي استغراقه اي الذين ايش أو كاتا ليك ربا جمع تواو كابي امك يا شمانية لقل مراعاة كني معنا كيشا بس بيجين هميشة مراعاة يكين نبخوا بل ان هميشة مراعاة لفظك يكين نبخوا كابي او باسا بهج دي ويكا مطرد نية باسا كي قياسي وعام نية بل والله بردوان باي روي ليكم رنق مراعاة لفظك بكي رنقيش مراعاة معنا كيش رونا كل حال داي ليش يا أريتشي فوائد بوتشي هيك بصفة بوتشي بو قاعدة ألف تشي تي مثلا قواعد جمع صفتك يكون جمع ثاني يعني فرائد فوائد موصوفك مفردة صفتك جمع يا بعكسه موصوفك مفردة وصفتك جمع يا موصوفك جمع وصفتك مفردة كواو كوتشي أقل بله فوائد جديدة فوائد أو كاتب موصوف جمع بيه وصفات مفرد بيه ده بيه بس نالش إيه دي مش أول يوم على ما قال موصوف جمع بيو صفات مفرد بي أبي موصوف جمع بي صفات مفرد بي أبي أو كاتا حسابي وشي جماعتي بوكي وشكا إدي أبي إيه نالم آخر أو كاتا تقديري مفردك كي لما عناي موصوفك تقديري مفردك كي بابا نالي جمع فوائد فوائد جمعنية يعني جماعة فوائدة كومولك فائدة يعني خسك والدة جا جماعة أو جا جليلة مثلا جماعة جليلة آخر أو ملايين بيت أليم موصوفك كجمعات واي معناك كمفردة أوا أوا واي معناك كمفردة كواشي معناك المفردة صفتك مفردة بويني توا كيشك تشيا كيشك أوي كمفرد بيو معناي صفتي جمعي بويني توا طبعا أم مفرد جمعك إما لي رباسيقين باشتك تان بيو بليم أم مفرد جمع باسل لا مفرد جمع لري معناه
علاقي بمفرد وجمع نية بلفظ. اشتيك مفرد بيه لري معناه، اشتيك جمع بيه لري معناه. أنا لفظك جمع إيشنا بيه هرقيناك تغيشتن يما شو تومانا وتومانا خو موضوعي توبلي ولا ناقنجي صفتك جمع بيني توبو مفرديك نالي ناقنجي نالي ناقنجي بس ألين أقل نمان كرد بوشي نمان كرد مسألة مراعاتي تشاكلك هر أوند بو شكي ما لبيني دوشتاين معنى كي بيمان عليه تخوا صفتي جمعي بو بين روا معنى كي ومان بي عليه بو شكو باسي استغراقي تياي بس لغزكي عليه تخوا صفتي مفرد بو بين روا تو مراعاتي كام يعني كي بكيف يخوت بكيف يخوت اقل مراعاتي معنى كر صفتي جمعي بو يعني تو اقل مراعاتي لغزي شكر صفتي مفرد بو يعني اسا خواي قولا لو آيات عفنا ايو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء تواو أو جوابك يو اعتراضه أو جوابك ولأنه علماء فرنخ وصبابي فرنوا أو لأنه تبب دو جواب دو جوابك دو باسي جوازا ها وكو خطانا بنا لباسك بيشوا باسي وحدتنا ما لجوابك يبيشوا باسي وحدتنا ما وثمان إنما يدخل عليه مجردا عن معنى الوحدة وما نوت وثمان باسي وحدت لو شانما بس أم جوابك إسعيدين وباسي وحدت هر إهيالي جواب اعتراضك إيش هدا توا باسي وحدت إيش هر إهيالي تو وقال جوابك إيش يا تسيمية يعني شي يعني بالفعل أو قصي كتوكدوتا ويا باسي تعدد وحدت بيكو كوبنوا أو لأنه أي المفردة الداخل عليه حرف الاستغراق بمعنى كل فرد لا مجموع الأفراد يا ألينا والله أو مفرديك حرف استغراقك شو تسري بمعنى كل فرد نك مجموع الأفراد قابل ليرى مقصد باستغراقك مجموع أفراد نية تعدجاتي لقل وحدة تهبه مقصد باستغراقك شيا استغراقي فردك يعني كل فردك نك مجموع افراد جيت اوكاتك جاتي لبيني كل فرد وحدتها هي ملجا لبيني كل فرد وحدتها دجاتي هي نبخوا دجاتي كي هي دجاتي لبيني مجموع فرديتها هي مجموع بس الحمد لله اخويا ملي رلمباسي استغراق معناه وشك واناكي ولكن كل فرد يلي أفرادي أعم وشا أهوا ونالي مجموعة شو استغراقي مفردي معناه جمعيتي بوجور اللي ناكري معناه كل فرد يلي أجيري قيناك بس بمجموعي أفرادنا والله أو بو جمع باشا علي مجموع بس خلا مفرد هاي ما هو معناه ناكري علي كل فرد تواو يباشك كل فرد قرد كي معناه كل فردي دجاتي لقل وحدة تاهي با تعددي شبيه بمعنى كل فردة ومفرديته وحدتي شرابي قيشك قيد جهات يعني لقلك هي أو دوباس رونا قابل يرى علي من أليم بتو وكشون تو علي ولا مفردو يا وحدتو تعدد بيكو كوبنو قابل متنافين أم علي منش تا أو جيغة ديم لقلت راسكي وحدتو تعدد ليرى بيكو كوبنو توليكوشا بس بلاي منو متنافينين أوه يكم جار هر إنكاري أو يكر كدو باسك بيكو كوب ابنوا رونا دفع اعتراضك بشي يكر بوي أكر كأصلا دوشتك بيكو كونا ابنوا تائم قسبك نسره متنافين يان بلام أم جواب علي ناولا دوشتك بيكو كوب ابنوا بلام تنافي لبين يانانيا تنافي كاتك دروس بيك واحدك واحد بيه تعددك إيش مجموعي أفراد بيه أي شون بلا ما قال واحدك واحد بيو تعددك إيش بريت بيه لكل فرديك نا والله إيش جهاتي لبيني أدو معناني كيفيش نيسا ولهذا امتنع وصفه بنعت الجمع
هل أميش واي كردوا ما دام تو كل فرد يك أجري إنك مجموع أفراد هل أميش واي كردوا كتونات عني صفة جمعي وبيني توا بو خطو مجموع ونقرت وتابع لي بعض صفتك جمعي وبيني توا كل فرد فرد قرتوا ككل فرد فرديش عادة صفتي تاك يعني يخو صفتي كويا ناوي توا جاكي على امتناع وصفه بصيغة جمع على ولا عند الجمهور وإن حكاه الأخفش في نحو الدينار الصفر والدرهم البيض عشان شيبك إن إمامي أخفش رحمتي خوالي ليبي جرايتي ولا عرب على عرب وتيانا أهلك الناس الدينار الصفر والدرهم البيض والله يا عالم زين بدسي شو تياشون بدسي أم بار الزردو دينار الزردو أم درهم سبيا آخر كاتي خوي دينار زردو شو كالتون بو ودرهم يش سبيا بو شو كزيو بو لو عالم بدسي ودوانو تياشون تمام الدينار مفردة الصفر جمع الدرهم مفردة البيض جمع الفلام كان الفلامي استغراقة هي طبيعية ما دام متعددا قيش هيك واصفتك يعني جمع به كي والي شيخي اخفش واقف في العرب وهم تو تو بلا ما الين ممنوعه صفتي جمعي بها يتوب او جرى استغراقه بو شكل ما بمعنى مجموع نايجرين بمعنى كل فرد يجرين تو دي استو دارك ولم دو جوابيك شيخي قزويني داويت يبو اعتراضه تيغيك دو جوابك جواز ليك ايكي كان جوابي تسليمية ايكي كان جوابي غير تسليمية جوابي تسليمية كاليكي على بالفعل تور راسكي وحدته لقل تعددات دجمناتيان بيكو هيا بلام جواب كيتر على شيء على نا والله وحدته تعدد جزمناتين اللي قال يكانين لجوابي كما وتيكاك يعني معناه وحدتي تيا نامينه شو كتور راسك يا قال معناه وحدتي تيا بمايا برا والله تجاتي اللي قال تعدد ذهب راسك بلام لجوابي دوا ما على نا والله تجاتي لبيني أود وانانية بابي يكشوكو ببنوه با وحدته تعدد بيكوكو بنو هيج جاتي كان بيكوني بو شكو وحدتك تعددك بمعنى تعددي فرفردة نك بمعنى تعددي مجموعة أفراد اتقال بمنافد لبين يناني تيقشتن ايو صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأمته أجمعين والحمد لله رب العالمين.